إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع مجلس البحث العلمي تقدم. احنا نريد من يتعلم العلم الصحيح ويحصل على المعرفة الحقيقية ويفكر ويتدبر ويضيف، كان في المجال العلمي المجال الفكري. وهذا يقودني إلى مسألة البحث العلمي اللي هو أمر هام جدا. حوار مع باحث، قراءة عن قرب لمواضيع بحثية متنوعة. استخلصنا منها مشكلة البحث الحالية اللي احنا جالسين نشتغل فيه حاليا. فكرة البحث جاءت حقيقة بعد أن أصبح العمل التطوعي يوضع على طاولة الاقتصاديين. المشروع يتعلق بمشكلة المياه الجوفية. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع مع رحلة بحثية متجددة عنوانها حوار مع باحث. في كل حلقة نقدم لكم مادة بحثية علمية متجددة. في حلقة هذا الأسبوع سنقترب من المشروع البحثي الفائز بجائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادله، استشاري أو استشاري أول للأطباء فقط. وهذه هي الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2018. وفي قطاع الطاقة والصناعة نقترب في حلقة هذا الأسبوع من الدراسة البحثية تأثير نمط تفرع الإلكاين والارتباط بفلز على التزامر الثنائية الإلكاين الضوئي لمركبات البلاتين والبلوميرية المحتوية على الأزو بنزين. وباسمكم جميعا مستمعين الكرام أرحب بأحد الباحثين ضمن هذا الفريق البحثي وهو الدكتور محمد الصوتي. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا في برنامج حوار مع باحث. حياك الله. حياك الله أخوي راشد وشكرا على الاستضافة. أهلا بك دكتور. دكتور، بداية نريد من خلالك أن نعرف المستمعين الكرام حول الفكرة العامة لهذه الدراسة البحثية. ماذا تدرس تحديدا؟ من أين انطلقت أهميتها؟ طبعا المواد البوليميرية المحتوية على فلز واللي احنا نسميها البوليميرات الألكاين، هذه مركبات يعني ندرسها يعني من فترة ما طويلة، يعني ما بالفترة طويلة، تقريبا من بداية التسعينات تقريبا، يعني في أبحاث علمية من مئات السنين طبعا. نعم. لكن هذه المركبات احنا بديناها تقريبا من بداية التسعينات، وهي مركبات لها خصائص في مجال الانبعاث الضوئي وتطبيقاتها في مجال الأجهزة الباعثة للضوء. فالنقطة الأساسية اللي احنا نركز فيها هو تحضير مركبات هذه عن طريق تفاعل مواد معينة لتكوين أو لتكون تركيب معين، ومن ثم ندرس هذه الخصائص. نحضر مجموعة مركبات، كل مركب مختلف عن الثاني من ناحية التركيب الكيميائي، ومن ثم ندرس الخواص ونحاول نفهم ليش هذا التركيب عطانا هذا الخاصية، وليش لما اختلف التركيب عطتنا خاصية أخرى. وبهذه الطريقة نحاول نوصل للتركيب الأكثر تكاملا اللي ممكن يعطينا أحسن خواص ونتائج في مجال البحث. نعم. طيب دكتور، إذا أردنا أن نقترب أكثر من المصطلحات. نعم. الواردة في هذه الدراسة. نعم. ما المقصود بتفرع الألكاين؟ مركبات الألكاين هي مركبات يعني نقول اللي هو one dimension أو البعد الواحد. فممكن نوصل مركبات الألكاين هذه بعنصر الفلز
من ناحية طولية أو من ناحية فرعية. يعني المركبات طبعا المركبات البوليمرية والمقصود بالبوليمر مركب كبير وطويل جدا يتكون من تفاعل واتحاد جزيئات كثيرة جدا. فممكن هذه الجزيئات تكون كلها طولية وتعمل مثل خط واحد بعد واحد، أو ممكن فرعها فيكون أكثر من بعد. زين. فالمقصود بالتفرع أن إحنا في هذه المرة ما بس فعلنا المركبات الألكان بحيث أنها تتحد طوليا، ولكن أيضا شيء اليمين شيء يسار وهكذا. جميل. وهذا التغيير في التركيب الكيميائي كان مقصود طبعا عشان نقارن الخواص اللي راح تنتج من هذا التركيب مع التركيب اللي هو بحيث أنه الجزيئات تكون طولية فقط. جميل. أتمنى الفكرة تكون واضحة. طيب دكتور، الآن ما هي المراحل التي اعتمدتم عليها لسير هذه الدراسة البحثية حتى وصلتم فيما بعد للنتائج النهائية؟ أول مراحل البحث هو أنك يعني هذه حتى نعلم طلبة الماجستير والدكتوراه هو في قراءة أبحاث الآخرين، قراءة التطور البحثي العام بشكل عام، ومن ثم تكوين فكرة من هذه القراءة. يعني الواحد لازم يقرأ أبحاث الآخرين ويتفرع في هذه الأبحاث حتى تطلع منه فكرة بحثية قد تكون أحسن من الآخرين، فيحاول ينتجها عن طريق قراءة أبحاث الآخرين، ومن ثم يطلع فكرة يعني تكون فكرته هو وتكون أحسن من أفكار الآخرين إذا أمكن، يعني بأقصى حد ممكن. ومن ثم عمل خطة مدروسة لكيفية تحضير المواد، كيفية دراستها، إيش النتائج المتوقعة في البداية. طبعا ما ممكن تتأكد 100% من النتائج، فيعني تتوكل على الله، تدرس أفكار الآخرين، تدرس تقرأ، تحضر مؤتمرات، تكون فكرة من عندك، تعمل خطة الآن للعمل بشكل كامل، ومن ثم تبدأ العمل. النتائج النهائية والتوقعات يعني النهائية هذه بتختار بعدين، لكن كباحث كشخص عنده خبرة ممكن من البداية إنه يكون عنده يعني فكرة عن إيش ممكن تكون هذه النتائج، وقد تطلع أحسن مما هو توقع وقد تطلع لا العكس. نعم. طيب دكتور، إذا أردنا أن نقرب الصورة، هذا المركب الكاين ما نعم. هي استخداماته؟ ما هي المجالات التي نستطيع أن نقربها للمستمع الكريم في استخدامات هذا المركب؟ هذه المركبات هي من ضمن تطبيقات المواد الإلكترونية. نعم. يعني بشكل عام في الكيمياء في مركبات تطبيقات طبية والصيدلة، في مركبات تطبيقات التوصيل الكهربي، في مركبات تطبيقات المغناطيسية والكهربية. هذه المركبات أساسا في تطبيقاتها في مجال الانبعاث الضوئي والامتصاص الضوئي بسبب وجود عدد كبير من الإلكترونات في هذه الجزيئات. يعني هذه الجزيئات هي عبارة عن جزيئات غنية بالإلكترونات، وبالتالي في حركة دائمة للإلكترونات في هذه المواد. وطبعا حركة الإلكترونات معناتها امتصاص ضوئي وانبعاث ضوئي. الإلكترون يمتص الضوء فيثار ويتحول من مدار طاقة إلى مدار طاقة أعلى، ومن ثم لا يظل هناك وإنما يرجع ويفقد الطاقة اللي هو امتصها. ولما يفقد هذه الطاقة، الطاقة هذه تتحول إلى انبعاث ضوئي. هذه الحركة امتصاص طاقة وصول إلى مدار أعلى، ثم فقد الطاقة هذه والرجوع إلى المدار السابق. الفقد هذا اللي ينتج منه انبعاث الطاقة على شكل ضوء. هذا له تطبيقات في الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الباحثة للضوء، اللي هي LEDs والديسبلايز، الشاشات، الشاشات اللي نشوفها في ملاعب الكرة والشاشات الموجودة في التلفزيون الآن. وكل هذه الشاشات، هذه المواد وتطبيقاتها من ضمن هذه الشاشات يعني في الأساس. طيب دكتور، الآن أنتم ما هي أهم النتائج التي خرجتم بها من هذه الدراسة البحثية؟ نعم، الهدف الأساسي في دراستنا كلها هو كيف نزيد من مقدار ونسبة الانبعاث الضوئي من المادة اللي احنا نحضرها.
بنحضر مواد مادة تعطيك 10% انبعاث ضوئي من الـ من الـ من الـ من الـ الضوء اللي تم امتصاصه، يطلع منه 10% انبعاث، في مادة أخرى تعطي 50% انبعاث، في مادة أخرى تعطي 90%. أهم دراسة لنا أو أهم نتائجنا أنه وصلنا إلى مستوى انبعاثات ضوئية إلى 60% وأكثر من 60%. وهذا البحث نشرناه في مجلة نيتشر الطبيعة واللي هي المجلة الأولى في العالم، وإن شاء الله نحاول نعمل براءة اكتشاف لهذه المادة وتطبيق في الأجهزة الباعثة للضوء، وقد ترى النور في تطبيق العمل الحقيقي يعني إن شاء الله. طيب شاء دكتور الله. إذا أردنا أن نقترب أكثر من بعض المصطلحات الواردة في عنوان دراستكم البحثية، ما المقصود بمركبات البلاتين والبلوميريم المحتوية على الأزوبنزين؟ نعم الأزوبنزين هو مركب يتكون من الكربون والهيدروجين، وهو مركب في الكيمياء مركب الأروماتيك، مركبات الأروماتيك مركبات مستقرة جدا، والجيد فيها أنها غنية بالإلكترونات، مثل ما قلت أنها أحد الشروط يعني لمسألة الامتصاص الضوئي والإشعاع الضوئي اللي هو مركب المركبات الأروماتيك الغنية بالإلكترونات. البلاتين هو الفلز اللي احنا نستعمله في الربط مع مركبات الألكاين ومركبات الأزوبنزين، وهذا الفلز فائدته انه البلاتينم هو بنفسه ايضا غني بالالكترونات، هي التركيب الكيميائي ماله كثير يعني تكون من الكترونات حرة الحركة. مركبات الألكاين هي مركبات اللي ما بينها ثلاث روابط كيميائية وثلاث روابط، طبعا الكثافة الإلكترونية فيها أكثر من الكثافة الإلكترونية لرابطين أو رابط واحد. إذا يعني مثل ما أحاول أوضح الحين إن كل التركيبات الموجودة، العنصر البلاتين اللي هو الفلز ومركب الألكاين ومركب الأزوبنزين، كل واحد فيهم التركيب الكيميائي غني بالإلكترونات، وهذا هو همنا. أي جزء غير غني بالإلكترونات ما نستخدمه في مركباتنا، لأنه إحنا همنا الأول هو أنه يكون في أكثر عدد ممكن من الإلكترونات في المادة، هذه الإلكترونات تتحرك تمتص الضوء ثم ترجع تبعث الضوء وتعطينا نتائج في الامتصاص الضوئي والإشعاع الضوئي واللي يمكن تطبيقها في الأجهزة الباعثة للضوء. كل هذه العناصر هي من ضمن العناصر اللي تحتوي على عدد إلكترونات كبير. أما في طبعا في ملايين العناصر في الكيمياء وملايين المركبات، منها ما يعني ما تستوفي شروط أبحاثنا. في أبحاثنا لازم المركب أو الجزيء لازم يكون غني بالإلكترونات، التركيب الكيميائي ماله مشبع بالإلكترونات لكي نستخدمه في مركباتنا. جميل. طيب دكتور، حتى نقرب الصورة أكثر للمستمعين الكرام الآن، يعني من خلال إجرائكم لمختلف التحاليل على هذه المركبات وبالتحديد نتائج التحليل الطيفي، ما هي أهم النتائج التي توصلتم إليها حتى تكون الصورة واقعية لتأثير هذا الفلز وتأثير هذا المركب في حياتنا اليومية المعاصرة؟ أستاذنا الدكتور بالإجابة على هذا السؤال بعد أن نتوقف معك والمستمع الكريم مع فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال هذه الرحلة البحثية. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل بإمكانكم متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلس البحث العلمي عبر @trc_oman في تويتر، فيسبوك، يوتيوب وإنستغرام، ولمن يريد سماع مختلف حواراتنا وحلقاتنا. حوار مع باحث. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، والتي نتحدث فيها حول الدراسة البحثية الفائزة بأفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه
أو ما يعادلها، وهو في قطاع الطاقة والصناعة، المشروع البحثي تأثير نمط تفرع الإلكاين والارتباط بفلز على التزامر الثنائية الإلكاين الضوئي لمركبات البلاتين والبلوميرية المحتوي على الأزوبنزين. وباسمكم جميعا مستمعين الكرام أرحب مجددا بالدكتور محمد الصوتي. دكتور محمد، كنا نتساءل قبل الفاصل حول الممارسات اليومية الحياتية التي من الممكن تقريب الصورة عن طريقها إلى المستمع الكريم عبر التحاليل التي أجريتموها، وبالتحديد التحاليل الطيفية. نعم، هو في يعني أي بحث علمي الاستفادة في اتجاهين. الاتجاه الأول هو الاتجاه الأساسي الأكاديمي التدريسي، والاستفادة الثانية في التطبيق والتطبيق الصناعي مثلا. في الدراسة الأكاديمية والتدريسية طبعا الفائدة فائدة عظيمة، لأنه هذه الدراسة اشتغلوا عليها طلبة ماجستير ودكتوراه، ومن خلال شغلهم مع في هذا البحث وهذا المشروع استفادوا من الناحية الكيميائية ومن ناحية التحضير الكيميائي ومن ناحية الدراسة والمجال النظري. المجال النظري مهم جدا لفهم الجزيئات أو لفهم المركبات ولفهم العلم بشكل عام. نستفيد جدا احنا يعني كأكاديميين في دراسة النظريات وتثبيت النظريات، او بعض الاحيان دحض بعض النظريات او الاتيان بنظرية اخرى. فمن ناحية الأكاديمية التدريسية يعني الاستفادة عظيمة، ومنها يتخرجوا طلبة الماجستير والدكتوراه من هذه الابحاث، من نوعية هذه الابحاث. وطبعا هذيل بشكل غير مباشر يمشوا لسوق العمل ويطبقوا أفكارهم والنظريات اللي درسوها في سوق العمل. فالمسألة ما فقط أكاديمية، ولكن أيضا في مجال العمل وفي سوق العمل أيضا يستفيدوا من هذه المهارة اللي هم استفادوا منها من البحث. من الناحية العملية، ياخذ وقت أطول، ودراسة أكبر من الناحية العملية. احنا بشكل عام مخططين مثلا نحضر عشرات المركبات وندرس خواص كل هذه المركبات، ثم نقارن كل مركب بالخواص ونقارن ليش هذا التركيب اعطانا هذا الخاصية، وليش المركب هذا لما غيرنا في التركيب الكيميائي اعطانا. فالتطبيق العملي ياخذ وقت، لكن يعني اوريدي بعض المركبات تم دراستها من ناحية الامتصاص الضوئي والانبعاث الضوئي، وتم تطبيقها في أجهزة مثل الديسبلايز والليديز الباعثة للضوء. ومن ضمن تطبيقاتنا هي في مجال الليدي اللي هي الصمامات الثنائية. والحين كثير من المصابيح واللايت الموجودة حاليا ونطبقها في حياتنا العملية هي LED، وموجودة في الأسواق ويمكن استعمالها تجاريا. صحيح. فهذه من ضمن المجالات لهذه المركبات. جميل، نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله. دكتور، شكرا لك على هذه الدقائق الثمينة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الدكتور محمد الصوتي من الفريق البحثي لهذه الدراسة البحثية تأثير نمط تفرع الإلكاين والارتباط بفلز على التزامر الثنائية الإلكاين الضوئي لمركبات البلاتين والبلوميرية المحتوية على الأزوبنزين. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا وشكرا على هذه الفرصة، وموفقين إن شاء الله بإذن الله جميعا. إذن مستمعين الكرام، نتوجه لكم بجزيل الشكر والتقدير لطيب متابعتكم لنا لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، اقتربنا من خلالها مع البحث العلمي والدراسة العلمية الفائزة بجائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه وما يعادلها في قطاع الطاقة والصناعة. في الأسبوع القادم لقاء بحثي متجدد وحوار مع باحث. إلى اللقاء. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.